صح قوة يا أخي. ما ودك تسمعنا شيء؟ لا طيب الوقت عيا يروح. سمعنا شيء تقعد لسمعنا شيء. هم يسمونها شيلات صح؟ شيلات اللي ذكرت فيها قاع. الله يشل العدو إن شاء الله. طيب بعطيك يلا بعطيك. أنا بس تقعد. سمعنا يا أبو. حزين أنا ودي أبكي. أنت حزين؟ المنظر ما هو طيب هذا اللي صار أول. المنظر منظر حزن هذا ما هو. حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يطير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني دخيل الماء وملح الماء وحزن الماء قبل ما تطير تهيا للهبوب اللي تصافق في شراييني يا ابو طلق جايه البد وانا لو كان عنا بعيدين ذللنا وين ذللنا وين يا ابو طلق جايه البد وانا لو كان عنا بعيدين ذللنا وين لا تقرب الموت تكفى خليك الحزن ايش تبغي حزين عطوه صدى عطوه اي شيء انقز مع الدريشه اجيب لك مايك لا تنقز مع الدريشه تقدر لا تني اقدر انقز مع الدريشه لهج الله يخليك عاد اللي بتتوهق انت يا ابو ناصر يلا حاول اكسرها هلا في طريقه ما هو يا ابو ناصر على اللي صار لي ما هو بشيء بسيط ترى اللي صار لي والله صدق انا حاسس وضعك والله اللي صار لي شيء اغبن الا يا وانتي وانات معنا غريب الدار بالهي تهجطونا الا يا بارق في الشرق عنا على الجدران ميال نغصونا عسانا ننزل حنا لا تبكي بطل لا تبكي الدنيا لحالها لا تبكي ترى لا تبكي معك خلاص بكلمة بقول بأسجني لبكرة وطلق يطلق أنا سجان وسجن أبو ناصر سوء المنقلب سوء المنقلب الدنيا هذا حالها الرجال أرخصني يا أبو ناصر لا إلى أرخصك ما أرخصناك أرخصني الرجال يا أبو ناصر إلى أرخصك ما أرخصناك روح مر عشانك كبير حيط علينا والله صدق الكبر ينفع اكيد بس ان الشجاعه في القلب مرض احنا علمنا شجاعتنا اللي هي القلوب مرض خلينا نفتح من غصب اذا جات تقوم عليه ابو ناصر لا انت اللي قوم عليه انا بس انت تسجل الشجاعه في القلب خجل وش فائدتك الشجاعه وين من يوم ما دخلت لك 51 مدري كم يوم تصايح في الشجاعة والشجاعة أترك مغير الدفة العالم فجأة المدفع وانت الفائز ولا شفنا شجاعتك جاوة من يوم ما شفت السكوتر وضعية المتوسط والثاني وانا غاسل يدي منك من هو؟ أنت ايش بلان؟ إن شاء الله عليك اللي دارس الجامعة الحين سجان كبر الكرسي طول الكرسي ويقول لي افصل عليه وسوبه وأنا من طيب قلبه محبة فيك أبو ناصر صدقتك فصلت هالرجال محبة فيك الحين أنت قبل شوي تقول لي أنطق مع أبو طلق
سوي فيها اني سجان. كان قلت له لا اقل شيء، كان قلت له انا بطلع سجيت اقول ما اطلع هذه لانك خايف، حتى لو قال لك اطلع ما تقدر تعدي الباب دوت. قال لا تعدي العتبه اسجيك لبكره، انا مشغول الليله عندي شغله ضروريه. تك توسط لي يطلعني، توسط لي خليه يطلعني هو سجن، انا اقعد بدالي. يا مسلم انت اللي توسط لي، انا مشغول وانت فاضي، قصدي انت عادي. انا وش خلى خلاني اجي اليوم؟ تكفى وانا شغل المطبخ، وانا خليت بخيتياتي كله منك زين. وتسابق مطبخ ولا تتقن الطبخه ولا شيء، والله زينه. ودي ان اللي خسر يوسف وانس.